788 كيلومترا مربعا تحتضن 121 بلدية، هي قوام عكار، أقصى المحافظات الشمالية التي تحدها سوريا ومحافظة بعلبك الهرمل والبحر الأبيض المتوسط، منطقة امتازت بأكبر سهل ساحلي في لبنان شكل أساس الدورة الاقتصادية العكارية وجعل الزراعة متنفسا للمحافظة المهملة من الدولة. سهل عكار بتصنف هو تاني سهل بلبنان، أول سهل هو سهل البقاع وتاني سهل بيجي سهل عكار، وأهم شيء بالسهل في عندك مزروعات الخضروات كلها، وأهم شيء بالخضروات مزروعات البطاطا، في جزء منه يصرف بالداخل وفي جزء يصدر، وأهم شيء بالتصدير عم لك هي الحمضيات، نحن بتصدر كميات من البطاطا من الحمضيات للخارج، والبطاطا كمان بتصدر منها للخارج، أكيد مع الأسف دولة غايبة ما في أهمية بالمرة أبداً أبداً. أكثر من 40,000 بيت زراعي بلاستيكي تنتج الخضار على أنواعها، مع حقول واسعة من الحمضيات والقمح وألاف الدنومات المزروعة بالبطاطا العكارية. تتنوع المزروعات وعشق الزراعة متوارث. لقنا بهي الأرض من أنا وصغير وعيت أنا عم اشتغل بالأرض. هي الأرض ورثوها أهلنا عن أجدادنا ونحن ورثناها عن أهلنا، ونحن عشنا بهي الأرض وحمود بهي الأرض لأنه هي كل حياتنا. ما عنا بديل بعكار، احنا ما عنا بديل، لا عنا شيء ابدا غير الزراعه، نزرع وناكل. تغيب عكار عن اجنده السياسيين ويتذكرونها في زمن الانتخابات ويهيلون على اهلها الوعود، ينسون ان سهول لبنان وحدها قادره بالتنظيم والرعايه على تامين اكتفاء ذاتي زراعي لبلاد تعصف بها الازمات. في مقابل بحر عكار الأزرق بحر أخضر من الخضار والحمضيات يشكل مورد رزق لآلاف العائلات التي طبعت سهول عكار أحرف الزراعة في أيديهم. حسان الرفاعي، عكار، الميادين.